هنا بقى موضوع تاني عايزه اتكلم فيه، او خبر تاني عايزه اتكلم فيه، خبر جميل جدا جدا. العالم عالمين، مدينه العالمين الجديده حاليا بتشهد الحدث الترفيهي الاكبر في عالم الترفيه بالشرق الاوسط، واللي هيبتدي اولى فعالياته ان شاء الله بكره يوم 13 يوليو وهيستمر طول الصيف. حاجة جميلة جدا، المهرجان ده هيستقبل أكتر من 50 مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي. هيكون فيه فعاليات فنية ورياضية، كمان هيكون فيه معارض وعروض ترفيهية، وهيشارك أكتر من 40 نجم من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي. وكمان هيكون في سباق ترايسلين اللي هيكون متكون من 3 رياضات، هيبقى سباحة، ركوب خيل، وجري. وخلينا نتكلم معاكم هنا حبة صغيرة قوي عن الترايسلين ده، لأن يمكن مش كل الناس تعرف إيه هي لعبة الترايسلين. الثلاث حاجات اللي أنا قلتهم دول بيتعاملوا مع بعض. المتسابق اللي بيشترك في اللعبة دي بينزل يعوم مسافة معينة في مدة معينة، بيطلع من المية على طول يجري على العجل، يروح ياخد عجلته، ياخد دورة العجل اللي هياخدها المفروض المحددة ليه، عدد أمتار معين أو عدد كيلوات معين برضو في مدة معينة، يسيب العجل بعد ما يخلص مدته يركنها وعلى طول يلبس جزمة للجري ويقلع الخوذة ويجري. فتخيلوا المسابقة دي ممكن تكون عاملة ازاي. اللي بيكسب المسابقة دي بيسموه الرجل الحديدي. فهنشوف حاجات ممتعة جدا جدا إن شاء الله السنة دي في العالمين وفي مهرجان العالمين. كمان هيكون في ألعاب أولمبية، وهتنظم بطولة، هيتم تنظيم بطولة دولية للبادل. طبعا عارفين برضو رياضة البادل، دلوقتي الشباب كلهم بيلعبوا بادل، وكمان هيكون في سباق سيارات وحاجات كتير ممتعة وترفيهية ضمن فعاليات المهرجان. كمان ضمن فعاليات المهرجان هيكون في عرض أزياء لمايكل سينكو، طبعا مصمم الأزياء العالمي الشهير، وحفلات موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربي، زي طبعا الموسيقار عمر خيرت، النجمة اللبنانية الجميلة إليسا، وحفل النجم تامر حسني، والنجمة راغب علامة، والنجمة نانسي عجرم، كمان الفنانة أنغام وفرقة كايروكي، وهيكون كمان في حفل لمغني الراب العالمي راس. فآخر أيام مهرجان العالمين الجديدة هيكون انطلاق لحفل العالمين أوردز، وإن شاء الله هيتكرم في الحفل العالمين أوردز ده هيكون في أفضل المبدعين هيتكرموا في الفيستيفال ده، وكمان هيتم تكريم الفائزين في الموسم ده. حاجة جميلة جدا، حاجة ممتعة جدا، حاجة مبهرة. المهرجان تقريبا مدته حوالي 40 يوم أو 45 يوم، مدة طويلة جدا، قاعد لحد أغسطس. تقدروا تستمتعوا بيه، تقدروا تزوروا مدينة العالمين الجديدة وتشوفوا فعاليات المهرجان. كل المصريين متاح لهم إن هم يقدروا يكونوا بيتفرجوا وبيشاركوا في المهرجان الجميل ده. بلدنا بتفرح والعالمين كمان بتفرح، والعالمين من أجمل بلاد الأرض كمان لأنها في مصر، وبحرها أحلى بحر وشطها أحلى شط. استمتعوا بصيفكم في بلدكم الجميلة مصر.